اهلا بكم من جديد في وصفه جديده من وصفات مطبخ نصيره. اليوم راح نشوفوا طريقه تحضير الضغط على طريقه تشيز كيك. كنت من قبل درت لكم تشيز كيك لكن بدون فرن، هذا المره راح يكون في الفرن وراح يكون عندها يعني الوان وتجي شكلا يعني على طريقه الحمار الوحشي او الزيبرا او لوزيب. لتحضير هذا الضغط نحتاج الى المقادير التاليه: بسكوي او البسكويت او الغاليطه كما نقولها بالعاميه، اختاروا هنا اي غاليطه تكون متوفره عندكم. هنا عندي غاليطه راهي فيها الكاكاو لكن قدروا يعني تستخدموا يعني اي غاليطه متوفره عندكم. اذا هنا عندي باكي واحد تاع 250 غرام، راني طحنته كما راكم تشوفوا، 100 غرام زبده دائبه، قشده طاريه، ياغورت ناتور، هنا اختاريت تاع دانون، هذا جاي سيكري يعني فيه سكر شويه، 2 زبادي، 4 بيض ملون، جبن كريمي تختاروا اي جبن كريمي متوفر عندكم، اي جبن يعني يكون كريمي تخدموا به، قشدة طارية هنا تاني كذلك راني ندير السائلة، هذه يعني اختياري تقدروا يعني تستغناو عليها لكن انا فضلت نزيدها، و6 مغارف سكر عادي. اذا بسم الله نبداو في طريقه التحضير. اذا اول شيء للبسكويت تاعنا او الغاليطه راح نضيفوا لها الدهان او الزبده ونخلطوها مليح. اذا هكذا بعد ما نخلطوا الزبده تاعنا مليح مع البسكويت هكذا خلاص، اذا نديروها مباشره في الصينيه تاعنا، ديروها يعني في هذه الصينيه اللي تكون يعني من الافضل تنتحل او تفتح من حواشي. هكذا نفرغوا البسكويت تاعنا كاع هنايا ونفرشوها مليح في قاع الصينيه. ونملسوها مليح ونضغطوا عليها طبعا يعني تماما كما عملنا المره اللي فاتت في تشيز كيك اللي كنت مقبل درتها لكم بدون فرن، تقريبا نفس المراحل. نضغطوا عليها يعني باي حاجه تكون مسطحه من التحت هكذا، نضغطوا عليها مليح. اذا هكذا بعد ما نضغطوا عليها مليح ونملسوها مليح من الفوق كما راكم تشوفوا خلاص، الان راح ندخلها للثلاجة يعني الوقت اللي نوجد فيه الكريمه تاعنا باش نديروها فوقها. الان باش نخدموا الكريمه تاعنا، اذا اول شيء في البول تاعنا نديرو الجبن كما قلت لكم، الجبن كريم يكون كريمي تختاروا اي جبن كريمي، تقدروا تستعملوا الماسكاربون كما تقدروا تستعملوا اي جبن كريمي. نضيفوا له السكر هكذا ونخلطوا هادو اثنين مع بعض. الان راح نضيفوا له البيض تاعنا هنا 4 حبات بيض، هكذا ونخلطوهم مليح. هكذا خلاص، أنا راح نضيفو قشدة طارية أو لا كريم فخيش سائلة ونخلطو غير شوية. هكذا ثم نضيف القشدة
الطارية الأخرى اللي تكون يعني تقيد عليها شوية. هكذا كما قلت لكم قادرين تستغنى على الكريمة السائلة اللي درتها أنا في الأول، يعني هذه اختياري، وتستخدموا فقط هذا القشدة الزوجة اللي درتها، قشدة الطارية. هكذا نخلطوا هادو مع بعض، هكذا خلاص غير شوية، ونضيفوا ياوغت أو الزبادي تاعنا، زوج علب، علبتين تاع زبادي أو ياوغت ناتيغ، ونخلطوا هادو مع بعض هكذا خلاص. إذن الكريمة تاعنا راح نقسموها على اثنين، اذا راح ندير نصف تاعها هنا في بول واحد هكذا، والنصف الثاني في البول او الصلادي الثاني هكذا. نقسمها يعني بالتساوي على اثنين هكذا. اذا في واحد راح نديرو الملون، هنا انا استعمل ملون الوردي هكذا، نديرولها شويه ونخلطوها هكذا هكذا. راح نزيدها انا شويه ونزيد نخلط هكذا خلاص. هذا هو اللون اللي باغيه نتحصل خلاص عليه. الصينيه تاعنا راح نفرغوا الكريمه تاعنا. اذا اول شيء راح نبداو باللون الابيض، نفرغوا هكذا شويه هكذا، من بعد نفرغوا شويه اللون الوردي هكذا، نفرغوا اللون الابيض في الوسط هكذا، ونستمروا يعني على هذه الطريقه حتى نكملوا جميع لاكريم تاعنا. هكذا نستمروا حتى نكملوا لاكريم تاعنا كاع كامله. اذا هكا حتى نكملوا لاكريم تاعنا كامل هكذا خلاص. الصينيه تاعنا راهي جاهزه، ندخلوها للفرن لدرجه الحراره 180 درجه، كي نشوفوها يعني جمدت يعني وشدت روحها بيان خرجوها من الفرن. اذا هكذا خلاص بعد مرور ساعه كامله في الفرن، الان الصينيه تاعنا راح ندخلوها للثلاجه، نخلوها ساعتين في الثلاجه وهي تبرد، ومن بعد نوروها جاهزه. هذه هي الكيكه تاعنا راهي وجدت كما راكم تشوفوا. اذا تخلوها ساعتين في الثلاجه تبرد مليح يعني وتزيد تشد روحها غايه. كما راكم تشوفوا انا في الحواشي راني زينتها بالحلوى بالفيرميسال، وانتم يعني تقدروا تزينوها باي شيء تحبوه او تخلوها بدون تزيين، هي اصلا يعني تكون مزيمه كما راكم تشوفوا. وجه الشكل تاعها يعني هذا الشكل تاع الحمار الوحشي او الزيبرا او لوزيبر. اذا هذه هي وصفتنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها انتم كذلك. ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.